خلقتم من الجنة منزلا. في نسختها السابعة تحت شعار القرآن منهج حياة. الأمسية القرآنية الكبرى في نسختها السابعة التي تنظمها لجنة المسجد كل سنة، وكانت المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك سباقة من بين جميع مدارس الهندسة بالمغرب لمثل هذه الأحداث. بالنسبة للأمسية القرآنية الكبرى هو حدث يعني متميز وكبير على مستوى المؤسسة اللي كنظموا فيه مسابقة ديال تجويد القرآن الكريم لفائدة الإناث وفائدة الذكور طبعا. من خلاله كنحاولوا نستضيفوا مجموعة من القراء والشيوخ والأساتذة الكبار على الساحة الوطنية الأمسية القرآنية، فهي يعني الهدف ديالها دائما هو كتعطي واحد الشعلة إيجابية، شعلة حماسية لجميع الطلبة والطالبات في المغرب باش يغذيوا الروح ديالهم وينميوها. سيداتي سادتي، إن خير ما نفتتح به أمسيتنا كلام المنان من آيات القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء شرفت بهذا اللقاء، خصوصا وأنني التقيت مع مجموعة من القراء الكبار ديال المغرب المعروفين على الصعيد المغربي والعالمي، أمثال العيون الكوشي والأخ الحديدي والأخ مسلم. وأكثر ما أسعدني في هذه الليلة هو أن يعني التقيت بعض الشيوخ اللي ما كنعرفهمش، يعني سمعت لبعض المداخلات ديالهم كانت جيدة جدا جدا، وأنا يعني اتعظت منها والحمد لله. واللي أفرحني أكثر هو أنني التقيت بالأخ حكيم. حكيم هذا الذي كان من كبار المغنين ديال الفلامينغو في إسبانيا، وهو مغربي من مدينة الدار البيضاء. فرحت له كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة ورجع إلى يعني إلى حضيرة القراء وإلى المشاركات في الأمسيات القرآنية. والله سبحانه وتعالى إني أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، فأنا جد مسرور. نطلب الله سبحانه وتعالى يثبتوا ويثبتنا ويثبت جميع المسلمين ويهدينا ويردنا جميعا إلى الطريق المستقيم. وإن